عند جمعية روح الخير من الوحرم. روح الخير خويا سفيان بوما انا نشكره بالبزاف، وهو اللي راه يخرج برا هكا زعما يلم لي مكتوب لي كتبوا ربي كثر خيره، ما من الناس هكا خيرهم يعيطوا لي الحق يدعوا لي كثر خيرهم. واش نهي هذا خويا سفيان كي يخرج هكا برا يتسول بيها باش صافي صاب شويه صعوبات ثاني مع الغاشي برا، يقول لك كيما رانا نهضروا ما كاش اللي ما كاش اللي راه فيه هذو كلام يعني على بوليس. شوفي شوفي يا اختي، انا والله العظيم انا والله من ملوم الشعب الجزائري وملوم الناس اللي تبرع، لان هي رسول صلى الله عليه وسلم رسول ديالنا وخير البشريه قال لك ياتي يوم على امتي يؤتمن الخائن ويخون الامين. رانا فيها، تلقى انسان هذا تقول لي هذا ماشي مليح هو اللي مليح، وتلقى انسان هذا داير كل شنو بدا يقولوا هذا مليح. الناس انا نعدلهم، كان بزاف الناس تخدعت، كان الناس بزاف تسرقت، لكن مازال الخير في امتنا بنا ان شاء الله، مازال الخير وكاين ناس الخير الحمد لله، كاين شويه من الجيران الحمد لله. احنا شفنا لوكا وشفنا الطفله، وانا ما نقدرش يعني نجي انا نصدق هذا زميلي في العمل، عندنا بزاف احنا في مجال الاعلامي نعرفوا عندي بزاف، ما يقدرش يعني يعطيني حاجه غلطه. وشفنا وجا التقرير تاعو، حتى انني قبل ما نجي شفنا التصور، درسنا القضيه، حكى لي على لوكا مليح. حنا نقول للناس حنايا الا تعملوا فينا ثقه، رانا كصحافه نقول لكم يعني الحقيقه، هذه الطفله صح مريضه وعندها النخاع، عندها السرطان في الدم، وعندها ميله في الطب الجزائري يثبت المرض تاعها، وعندنا مراسله للمستشفى الفرنسي اللي يقول لك هذه الطفله نقدروا نداويوها. حنا عندنا مشكل واحد اللي ربطنا بينا وبين المتبرع، هو الناس اللي عندها مال حبت تبرع به، ما عندها غير تجي عندنا ولا تتصل بالاب تاع البنت ولا الام تاعها. نعطيكم اليوم ندخل لكم العنوان ورقم الهاتف يعني تحت الفيديو هنا، تقدروا تتصلوا بهم نتوما، واللي حاب يتاكد كذلك يجي حتى الحمر العين يستقبل الاب تاعها ويشوف. انا عندي ثقه كبيره في الشعب الجزائري، عندي ثقه كبيره في المؤمنين، وعندي ثقه كبيره تنت في واحد الفئه وهي العجائز تاع الجزائر. احنا مازالت محنا في واحد العجائز، لانني درت واحد الفيديو لواحد الشاب حلقه لي قبل هذه على بروتاز يعني عيطوا له العجايز، وعجايز كبار وبالقبائليه بالعامية ارواح، يعني هما طبون المبلغ هذوك اللي يخبوا في الفولارة باش تعرف قيسهم برك وري لهم الحقيقه، يحبوا يشوفوا الحقيقه.